قتلى وجرحى من عناصر حزب الله اللبناني خلال صد الفصائل المقاتلة، محاولة تقدم من الميليشيات على محور بلدة الثمانية جنوب إدلب. قتلى وجرحى من عناصر النظام خلال محاولتهم التقدم على مواقع الفصائل المقاتلة على محور تلال الكابينة شمال اللاذقية. مقتل طفل وإصابة آخر إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات قصف سابق لقوات الأسد على حي طريق السد في درعا. مراسل وكالة أنباء النظام سانا يتعرض للضرب من قبل أهالي في مدينة بصر الشام شرق درعا أثناء تغطيته فعالية في مدرج بصر الشام. الحكومة اللبنانية تعتزم تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد خرق إسرائيل السيادة اللبنانية. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقول إن الجميع يريد تفادي التصعيد مع إيران وإن الهدف هو منع إيران من اتخاذ قرارات تصعيدية وبدء التفاوض. عمال محلات بقالة في ثلاثة متاجر مختلفة في واشنطن يعثرون على 23 كيلوغراما من الكوكايين تقدر قيمتها بأكثر من مليون دولار أمريكي داخل شحنات موز مخصصة للبيع.